المعادن على وجه عام، على وجه جيولوجي عام، تحتاج إلى مساحات أكبر وأكبر. يعني دول الخليج لحالها لا تكفي لأن تغطي احتياجات التصديرية في المستقبل من بعد عام 2050 مثلاً، من المساحة الجغرافية لدول الخليج. لذلك أنا أنظر لها من ناحية تكاملية، أنظر لها إلى من العالم العربي. يعني لو نذهب من دول الخليج إلى المغرب العربي، هذه مساحة يعني جيولوجية متعددة، فيها تنوع من المعادن المرغوبة، ممكن فيها يعني تقريبا شبه يعني 90% من المعادن التي يرغب بها العالم. لذلك المشاركة الاستثمار مع هذه الدول كلها تكمل بعضها، لتمثل كتلة جغرافية جيولوجية يمكن استخدامها في التنقيب والتعدين بجميع مراحله على جميع المعادن المرغوبة عالميا، من المغرب العربي إلى الخليج العربي. هذه نعم، هذه يعني خطة تكاملية واستراتيجية تستفيد منها دول الخليج، لأن دول الخليج أيضا تملك رأس المال الاستثماري المطلوب. الاستثمار في هذا المجال عالي جدا، وهو أضعاف ما يكلف في النفط والغاز. يعني أعتقد أنها 3 أضعاف يعني حسابيا. لذلك الدول الأخرى التي لا تملك هذا الاستثمار المالي، وهذا هو ما ينقص حاليا، ما نراه في العالم العربي من الخليج إلى المغرب، ما ينقصه هو الاستثمار. دول الخليج تستطيع سد هذه الثغرات وتكمل بعضها مع دول شمال أفريقيا من العالم العربي، وبذلك تكون منظومة ويعني كتلة جغرافية جيولوجية تنتج جميع ما يحتاجه العالم من هذه المعادن بنسب متفاوتة عالمية، يعني قد تصل من 5 إلى 10% من بعد عام 2030.